اليوم سأشارك معكم أمراض الكلي وسبع علامات المبكرة لهذا المرض والعشبة التي تساعد في رفع كفاءة المناعة للمرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سأشارك معكم أمراض الكلي وسبع علامات المبكرة لهذا المرض وما هي العشبة التي تساعد في رفع كفاءة المناعة للمرض. للمرض الكلي خمس مراحل، في بدايته يكون بسيطا ثم يصل إلى درجة خطيرة جدا، وإن وصل مرضك إلى المراحل الأخيرة الرابعة أو الخامسة فعليك تجنب العناصر الغذائية مثل الكالبوتاسيوم والفوسفور وغيرهما، لأن البوتاسيوم يعمل على حماية الكلي عادة، لكن عند زيادته بشكل كبير يسبب المرض عجز الجسم عن تدبر الأمر، لذا يجب تجنبه. والآن سننتقل إلى العلامات السبع المبكرة لمرض الكلي. أولا، الطعام المعدني في الفم يعطي رائحة النفس البشعة التي تشبه الأمونيا التي تتجمع فيها الأشياء وتخرج عبر النفس أو الفم. ثانيا، النفور من البروتين، إذ يكون البروتين مكروها جدا وخصوصا اللحم. ثالثا، الغثيان أو الإقياء. رابعا، صعوبة التركيز. خامسا، الشعور بالحكة. سادسا، فقدان الشهية. سابعا، انتفاخ الوجه والقدمين وتورم اليدين. وهذه هي العلامات السبع، إذ شعرت بها فيجب استشارة الطبيب. وتحتوي الكلية على ملايين المرشحات الصغيرة التي تمر عبر الدم، فتقوم بإعادة استخدام العديد من الأشياء والتخلص من الفضلات. إن أحد أفضل مؤشرات على وجود خلل في الكلي خلال مراحل المرض الخمس هو اختبار GFR، بمعنى معدل ترشح الكوبي، إنه يقيس أداء الكلية في الترشيح الطبي. كما يمكن إجراء اختبار مستوى الكراتين في الدم أيضا، وهو نوع من البروتينات، ويجب فحص ارتفاع البروتين في البول وارتفاع النيتروجين اليوريا في الدم، لأنه يساعد في الكشف عن مرض الكلي وتطوره. ويعد داء السكري أو مرحلة ما قبل السكري أحد أبرز الأسباب لمرض الكلي، إذ يتناول الكربوهيدرات المكررة والواجبات السريعة بشكل كبير لسنوات قد تسبب مرض الكلي. إن كان مستوى الجلوكوز لذلك مرتفعا للغاية فستؤدى وحدات الترشيح الصغيرة في الكلي، وكذلك الأوعية الدموية في شبكة العين والطبقة الداخلية للشرايين في القلب، وكذلك الأعصاب البعيدة، أي تلك الموجودة في نهاية أصابع القدم أو أسفلها أو اليدين، إذ تتضرر الشعيرات الدموية فتعجز عن تزويد الأعصاب بالعناصر الغذائية ويدمر ارتفاع السكر الكبير للكلي. ونصيحتي الآن، بغض النظر عن مدى تقدم مرض الكلي لدى الشخص، هي اتباع حمية الكيتو الصحية فورا. ولكن إذا كنت في مرحلة الخامسة من المرض فعليك تعديل الحمية لتجنب البوتاسيوم والفوسفور وغيرهما. عليك الجمع بين الصيام المتقطع أو الحمية الكيتو الصحية وأشياء أخرى أيضا، مثل عشبة القتادة ذات فوائد كبيرة، فقد أثبتت العشبة فعاليتها في تقليل كراتين، حيث إنها تحس معدل الترشيح الطبي في الكلي، وإنها عشبة فعالة تساعد في العلاج المرض الكلي. وهذه هي النصائح التي يجب اتخاذها في مرض الكلي. وإذا استفدت من الفيديو
المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكراً.